السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ممكن يكون عندك أي بحث من الأبحاث وعايز تضيفه لـ ORCID، وده زي CV للأبحاث أو LinkedIn للأبحاث العلمية. فعلى سبيل المثال أنا عايز أشوف بحث من الأبحاث اللي أنا عاملها وعايز أضيفها هنا. فلما نيجي نضيفها نضيفها إزاي؟ أول حاجة بتدخل على الـ ORCID بتاعك اللي هو دوت، وهتيجي هنا على الوركس وتقول له اد وركس، وهتلاقي ان انت تقدر تعمل سيرش او ان انت تضيفها مانيوال او تضيفها برقم الدي او اي. اي حاجه بتتنشر بيبقى ليها دي او اي وهكذا. طيب احنا عشان نضيف الجوجل سكولر بحث مثلا معين، في اكتر من طريقه. لو انت جالك الرقم بتاخده وتحطه هناك. طيب خلينا نقول مثلا ان انا هنا عندي بحث موجود، هقول له سايت واقول له ان انا عايز اسيفه على BIBTEX اهوت. طيب هو فتح على طول، في بعض من الصفحات بيعمل لك سيف. هقول له هنا سيف لينكد از، تمام، وهسميه الاسم اللي انا عايزه او اس، تمام، عمر عبد الله سليم عشان ما حدش يقعد يقول لي او اس دي. طيب وهاجي هنا وهقول له اد ورك واقول له امبورت، تمام. فبيقول لك ارفع الملف اللي انت عايزه، تشوز فايل، وهبدا اختار الملف هوت. دي المعلومات اللي متعلقه بيه، فيبدا يشوفه وتقول له سيف، فيبدا يظهر عندك هنا البحث في قلب الموجود هنا. في موقع بحث كتيره جدا لما تيجي تدخل عليها بيقول لك انت ممكن تعمل لوج ان من خلال الاو ار سي اي دي، تمام. فبدل ما كل ما تدخل على موقع بحث تبدا تضيف الابحاث مانوال، لا ممكن تضيفها من خلال الـ ORCID. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو ان شاء الله.